أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: إمام مسجدنا في شهر رمضان لا يصلي بالجماعة إلا في صلاة العشاء والتراويح، وبقية الفروض لا يصليها، وذلك لأجل الاستعداد لصلاة التراويح. لأجل إيش؟ لأجل الاستعداد لصلاة التراويح. الاستعداد؟ نعم. أي نعم. يقول: وذكرت ذلك بعد مناصحته، وهذه أصبحت ظاهرة في هذه الأزمنة في بعض المساجد في شهر رمضان، ورأيناها تكررت في المساجد الذي يأمها إمام صوته حسن وجميل، فما حكم هذا؟ قلنا إنه يجب على الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والإمامة في الفروض أهم من الإمامة في التراويح. الإمامة في الفروض أهم من الإمامة في التراويح. ثم أيضا ما يتعارض إمامته في الفروض مع استعداده للتراويح، هذا ما يتعارض، بل يعينه، هذا يعينه على صلاة التراويح والاستعداد لصلاة التراويح. لكن هذا يظهر أنه كسلان، أن الإمام أنه كسلان، ولا عليه أن يتقي الله وأن يحافظ على صلاة الفروض بالناس وعلى صلاة التراويح. كله مسؤول عنه، كله مسؤول عنه. صلاة التهجد في العشر الأخير أيضا هو مسؤول إمام، فعليه أنه يتقيد بهذه الأمور ويقوم بإمامة المسجد على الوجه المطلوب، وإلا يتخلى عنه، تخلى عنه، تولى غيره من يقوم بالإمامة على الوجه المطلوب. وأنا قلت لكم أن بعض الأئمة خصوصا من الشباب لهم اجتهادات واختيارات وأمور وشذوذات، نسأل الله أن يهديهم ويردهم للصواب، وأن يعودوا إلى صوابهم ويتركوا هذه الأمور، لأنهم شباب وهم أبناؤنا وإخواننا، ولا نريد منهم ونريد لهم إلا الخير، ننصحهم ونحبهم أن يتركوا هذه الأمور، وأن يكون الإمام قدوة صالحة محافظا على عمله، على إمامته، على وظيفته الدينية، ما يخل بالإمامة ويتأخر أو يقول أوكل. لا، ما توكل إلا عند المرض. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وكل إلا عند المرض أو عند السفر. كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر وكل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وإذا مرض وكل أبا بكر الصديق. فالإمام ما يوكل إلا إذا مرض أو سافر، أما أنه يوكل وهو جالس في البلد هذا أمر لا يجوز. نعم.